شوف عزيزي، القائمة اللي أنا جاي راجعها من كتب العلماء في أعلاها اسم السيد السيستاني وبعض العلماء والمراجع. ما أعتقد أكو واحد ما عرف بأنه أنا رجعت واحد من كتب السيد السيستاني وواحد من كتب السيد محمد رضا السيستاني. ما شفت واحد من بيت السيد السيستاني، مع أنه السيد محمد باقر السيستاني اللي هو ابن الأصغر لو سمع بذلك ما كان يقول عني إلا خير. أنت الآن تعتقد أن الشيخ فاضل الصفار أكبر من أن يناقش؟ هذه مو مناقشة عزيزي، هذا سؤال. إحنا عندنا الروايات لما تجي عن المعصوم سواء كان نبي أو كان إمام من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، طيب هذه تجي بطرق، يعني تجي بأسانيد متصلة إلى أن تصل إلى هذا الزمن اللي إحنا موجودين به. هذه الرواية اللي ذكرها الشيخ شنو مصدرها؟ أنا كلمت أحد الأشخاص اللي هو من أتباع الشيخ، يقول مصدرها كتاب مجموع أو معجم كلمات الإمام الحسين. هذا الكتاب مؤلف في 95، يعني صار له 35 سنة أو 40 سنة. أكو واحد يحتج برواية موجودة في كتاب ألف قبل 35 سنة؟ هذا كلام عاقل؟ هذا كلام أطفال؟ طيب أكو كتب أخرى ذكرت الرواية؟ نعم. واحد يقول لي في كتاب كذا، في كتاب الثاقب في المناقب، وتبين كذب أساسا ما موجود الرواية في هذا الكتاب. واحد يقول لي موجودة في كتاب واحد فارسي، كتاب بالفارسية أحد المشايخ الواعظين ألف كتاب، هذا الكتاب هو موجود به. خب طيب متى ألف هذا الكتاب؟ متى ألف هذا الكتاب؟ واحد يقول موجودة في كتاب معالي السبطين للحائري، طيب متى ألف هذا الكتاب؟ هذا هو مربط الكلام. أنا الآن في القرن الحادي والعشرين لما نألف لكتاب وضع به رواية، والرواية ما موجودة في الكتب اللي قدمتني، ما موجودة، ويجي واحد عقله صغير يحبني يقول ما دام قالها شيخ جميل خلاص هاي رواية، هذا كلام؟ احنا نقدر نأسس الدين بهذه العقلية؟ لو كان الدين يؤسس بهذه العقلية ما وصلنا احنا الى راس الشارع. الشيخ فاضل المالكي ذكر هذه الرواية نقلا عن الكتاب، وهذا الكتاب اساسا ما به مصدر للرواية، فاذا كان هناك مصدر للرواية فاذكروه. اما لا تقل لي انت تدور ولا فلان وعلان، ترى الحق والباطل ما به فلان وعلان، وهذا كلامك مخالف لكلام علي بن ابي طالب لما سئلوه عن طلحة والزبير، قالوا له أطلحة والزبير على باطل؟ قال للشخص هذا، قال له إنك لملبوس عليك، اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الباطل تعرف أهله، الحق لا يعرف بالرجال بل الرجال يعرفون بالحق. أنت الآن بدل ما تتعب نفسك وتقول لي أنت تدور ورا فاضل أو ورا الشيخ فاضل الصفار، اذكر لنا السند وانقذ الشيخ فاضل الصفار من هذه المصيبه اللي واقع بيها. واحد ثاني، وهذا هو طبعا الشخص اللي من اتباعه، يقول الشيخ عنده منهج في قبول الروايه يختلف عن منهجه. خلص على منهجه احنا ما لنا علاقه، بس احنا على منهج علماء مدرسه اهل البيت هذا المنهج غلط. يقول حتى لو ما كانت كتب المتقدمين وموجوده كتب المتاخرين نقبلها. يا بليش؟ يقول لأن بعض الروايات ضاعت، وإحنا شلون نعرف إنه هاي الرواية من ضمن الروايات اللي ضاعت؟ منين؟ لأنه أنت ذكرتها تصير من الروايات اللي ضاعت ولقيناها، هذا كلام. فاللي يدافع عن الشيخ أو غير الشيخ خلي يلتزم بالمنهج العلمي، لأنه أي كلام يخالف المنهج العلمي إحنا مو بس ما نرد عليه، أساساً ما نشيله من قاعة. ليش؟ لأن هذا مضيعة للوقت،
واحد يقول لك انت انت منو، واحد يقول لك انت الدور ورا فلان، وفلان ولا انا، شنو قيمتنا امام الحق؟ الانسان قيمته تزداد بالحق، مو هو يزيد الحق، مو هو اللي ينطي قيمه للحق. احنا مو معصومين، اللي كان يمثل معيار الحق والباطل هو علي بن ابي طالب. اما الان في هذا الزمن ماكو واحد يمثل الحق والباطل، اللي يمثله من يلتزم بالمنهج الصحيح، من يلتزم بالحق والباطل. اما الذي لا يلتزم فيرد عليه حاله من حال اي انسان، اي انسان اخر. والعلماء اللي ذكرت لهم كتب على اساس انها ذكرت كلهم من العلماء المتاخرين، ولا احد يقول لكم ترى ممكن تكون الروايه في كتب المتاخرين وتكون صحيحه، لان هذه خدعه، هذه خدعه علميه، هذه خدعه علميه. روايه غير موجوده في كتب المتقدمين وموجوده في كتب المتاخرين ومن دون سند وتريدنا نقبلها، هذا الكلام اضحك بي على الاطفال. احنا بالنسبه لنا تجاوزنا مرحله الطفولة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.